انا كابتن اسامه، ازيك وبسلم عليك وجميع مشاهدي قناه الاهلي. امبارح قرار بتعليق النشاط في مصر كلها، النادي الاهلي وقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، اخر الاجراءات اللي خدتوها يا كابتن فتحي؟ والله بص، احنا جالنا منشور من الاتحاد، وجالنا منشور طبعا بتاع رئيس الوزراء ان لازم المسابقات تتوقف 15 يوم، واحنا طبعا سياسه النادي احنا لازم نلتزم بيها. وانا اديت اللعيبه، كل اللعيبه دلوقتي حتى في الاستراحه في كل النشاط 4 ايام، وان شاء الله نشوف يوم الخميس الا يدور او ايه الجديد في تنظيم المسابقه وفي اكمال المسابقات بتاع الناشئين كلها. انا اديت تعليمات برضو النهارده لعيبه الاستراحه، لعيبه الاستراحه لازم تغادر الاستراحه كل اللعيبه برضو عشان بكره يحصل عمليه التطهير الاستراحه ومطعم النادي وكل اوض اللبس، كل هذه الامور عشان سلامه اللاعبين وسلامه ايضا كل الاجهزه الفنيه والعمال وكل قطاع الناشئين في النادي الاهلي. يعني لسه ما فيش عوده خلال الفتره اللي جايه، انت ملتزم بال 15 يوم يا كابتن فتحي وبعدها تتضح الرؤيه. لحد يوم الاربعاء ندي اجازه. كويس. ندي اجازه وهنبتدي يوم الخميس، لو الامور فيها جديد او ان في اي قرارات من الاتحاد المصري لكره القدم ان المسابقات تتوقف، خلاص يبقى ادي اجازات اللعيبه، اجازات للموسم الجديد ان شاء الله، لان المسابقات ممكن يا كابتن اسامه ممكن تتوقف، لان احنا داخلين في اسبوعين هتبقى اول ابريل. تمام. ورمضان كل سنه طيبين، هيبقى 25 26 ابريل، فالمسابقات نفسها هتبقى مضغوطه. انا شايف ان ممكن امور هتبقى فيها صعوبه لاكمال مسابقات الناشئين بالذات. يعني انت حضرتك شايف ان ممكن الدوري في الناشئين خاصه كمان الفرق اللي وصلت التصفيات النهائيه ممكن يكون فيها صعوبه في استكمال البطوله؟ انا يعني وجهه نظري، الله اعلم، بس وجهه نظري ان ضغط المباريات مش هيبقى في صالح الولاد، لان في مراحل سنيه صغيره شغالين 2004 و2003 ما يستحملوش ماتشين ثلاثه في الاسبوع. بس كل هذه الامور انا شايف ان ممكن تطلب بمنظور انه يلغى مسابقات الناشئين، ولكن انا شايف ان ممكن الدوري الممتاز هو ده اللي ممكن يستمر يعني ان شاء الله. تمام. دور الجهاز الطبي بقى في قطاع الناشئين كابتن فتحي، يعني حتى بعد عوده ان شاء الله التدريبات مره اخرى واستئناف الحياه مره اخرى، الجهاز الطبي في النادي الاهلي في قطاع الناشئين ممكن يكون ليه دور خلال الفتره اللي جايه في توعيه اللاعبين وتوعيه الاجهزه الفنيه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ انا ان شاء الله بس يوم الخميس والله لسه نقعد كده، وان شاء الله هنظم على مدار يومين كده برضو محاضرات، وهجيب الدكاتره وهيتكلموا في كل كبيره وصغيره عن برضو يعني اللعيبه لازم في اجراءات لازم تتخذها سواء في الاستراحه او سواء خارج الاستراحه عشان سلامه اللاعبين ايضا وسلامه الاجهزه الفنيه وسلامه قطاع الناشئين كله ان شاء الله. فدي من ضمن الحاجات اللي انا حاططها ان شاء الله في اعتباراتي ان شاء الله بعد يوم الخميس ان شاء الله. كابتن فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لك.